بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نسعد باستقبال السيدة عمدة مدينة بيت لقيا الفلسطينية، وهي بلدية يعني مجاورة لبلدية القدس الشريف ولبلدية رام الله. هي أولا فرصة للتعبير والتأكيد على تضامن الشعب المغربي مع فلسطين والاعتزاز بمواقف جلالة الملك على المستوى السياسي والدبلوماسي والدعم المتواصل الذي يعطيه لهذه القضية. هي كذلك مناسبة من جهتنا على مستوى مجلس الجماعة للقيام بأمور عملية لدعم بلدية لقيا والتعاون معها في عدة اختصاصات. كانت لهم مناسبة لزيارة الجامعة ولتدارس بعض النقاط التي يمكن أن يتعاونوا فيها، ونحن ندعم هذا التعاون. وكذلك على مستوى الجامعة هناك إمكانيات للتبادل على المستوى الثقافي، وكذلك إمكانيات لاستقبال يعني موظفين من بلدية بيت لقيا لتبادل التجارب في مستوى على مستوى الاختصاصات. هذا هو الهدف من الاتفاقية، وهو تبادل الخبرات والتجارب ودعم تجربة بلدية بيت لقيا بفلسطين. بخصوص الأيام المغربية الفلسطينية اللي سمعنا، لا هو كيف ما قلت كاين واحد الشق ديال الثقافي، يعني امكانيه ديال تنظيم يعني الايام ثقافيه يعني ان يعني نستضيف وفود من البلديه مختلف المجالات على المستوى الثقافي، سواء على مستوى الطبخ او على مستوى يعني الرياضه او على مستوى الفنون التي يعني تتمتع بها هذه المدينه.